ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم جهاد. هنعمل مع بعض النهارده وصفه سهله جدا وبسيطه. هنعمل هريسه الشطه. هنعملها في البيت وهنقدر نحفظها برطمان في الفريزر تقعد معانا لمده سنه كامله. يا ريت تعملي لايك وفعلي لي زر الجرس، وان شاء الله الفيديو يعجبك. تابعيني وهتعملي احلى هريسه شطه في البيت. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم جهاد. احنا هنعمل مع بعض النهاردة الهريسة او الشطة. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد اي وقت ولا مجهود، وهتقعد معانا سنة كاملة. هنعمل ايه؟ هنكون جايبين هنا فلفل احمر يكون كويس، مش دبلان ماسك نفسه. انا عملت ايه؟ انا غسلته كويس جدا وشلت الراس بتاعته، تمام بالشكل ده. وهيكون معايا ملح. سبب بقى إضافة الملح للفلفل بتاعي هيعمل إيه؟ هيكون زي المادة الحافظة، هيحفظه معايا لمدة سنة. طريقة سهلة جدا وبسيطة ومش بتاخد أي وقت ولا مجهود، وبتتعمل يعني من أيام كده زمان كانوا بيعملوها بنفس الطريقة السهلة البسيطة دي. هيكون معايا هنا الكبة. إنتي لو مش عندك كبة، في فكرة تانية برضو كان حد قالي عليها، انك ممكن تستخدمي المطحنة بتاعة الخلاط اللي بتطحني فيها الكمون والفلفل الاسود. ممكن تستخدميها ان انت تطحني الفلفل بديل لو مفيش حد عنده كبة. هنعمل ايه؟ هنجيب الفلفل بتاعنا كده وهنجيب الكبة بتاعتنا. دي كبة لحمة وانا بستخدمها في فرم البصل وفرم الفلفل، يعني شغالة مش بتقول لأ. هقطع الفلفل بتاعي، وخدي بالك ان الفلفل حي جدا، يعني اغسلي ايدك كويس، وطبعا لو لبستي جوانتي يبقى افضل من كده. تمام، انا هقطع الفلفل كده بالشكل ده. ده شكل الفلفل بتاعي بعد ما قطعته بالشكل ده. هبدا بقى اضيف الملح بتاعي، واحنا هنضيف معلقه ملح فقط. وخليكي بقى فاكره ان انت كل ما تيجي تستخدمي الهريسه بتاعتك او الشطه ما تضيفيش ملح كتير، يعني علشان انت ضايفه ملح، خليكي متذكره. وسبب اضافه الملح زي ما قلت لك ان هو بيكون زي الماده الحافظه بالظبط، يعني هيخلي الهريسه تقعد معاكي برطمان كده في الثلاجه او في الفريزر، يقعد معاكي لمده سنه. انا بقى هروح اشغل الكبه بتاعتي وافرم الفلفل واقول لك هنعمل ايه مع بعض. دي شكل الهريسه بتاعتي او الفلفل بعد ما انا فرمته او طحنته في الكبة بتاعتي بالشكل ده. انت بقى تقدري تحفظيها عندك في برطمان او تحفظيها في علبة وتحط في الفريزر، هتقعد معاكي سنة كاملة. الكمية دي عملت معايا نص كيلو فلفل بالظبط. انا جبت نص كيلو فلفل وغسلته كويس وفرمته في الكبة وحطيت عليه ملح بقى بالشكل ده. احفظيه بقى في برطمان تستخدميه في شهر رمضان الكريم ان شاء الله، ضمن التجهيزات والتحضيرات اللي بنحضرها رمضان، وكمان يكون معاكي سنة كاملة بقى استخدميه في كل اكلاتك. وخليكي متذكرة ان احنا حطينا له ملح، والملح علشان يحافظ عليه، يعني بيعمل وظيفة كده المادة الحافظة، تمام؟ فانت ما تيجي تستخدميه في الاكلات بتاعتك قللي من نسبة الملح اللي هتضيفيها. استخدميه بقى في القوطة المخللة، البتنجان المخلل، في الاكل عموما، بجد حلو جدا وبينفع قوي. ووصفة سهلة جدا وبسيطة وما خدتش اي وقت ولا مجهود. ونصيحتي الاخيرة ليكي، اغسلي ايدك كويس علشان الفلفل شطة نار حامي جدا. ياريت بقى لو وصفة النهاردة عجبتك تعملي لي لايك وفعلي لي زر الجرس. كان معاكي جهاد من قناتي، قناة صحة وطاقة وجمال وطبخ. باي باي.